انتوا وين عايشين يا خالتي؟ نحن هلا برست بس الماء نحن صار لنا هلا سنه وشي 6 شهور طالعين. نحن من شهر من 15 واحد كنا مرتفعين امي ولا على المشروع. ليش نزحتوا من الحصويه؟ صارت مزرعه فيها فاتها من الجيش وشبيحه وما بنعرف كم فرع اللي فاتوا علينا. ذبحوا 575 واحد هذول ممزقين بالهوايا من غير اللي مالهم هوايا النازحين اللي ما بنعرفهم. نزحتوا لهون خوفا من المجازر الطائفيه اللي صارت؟ طب وضع الرسن محاصره مثل الحصويه وفيها قصف. امر الله فعي في قصف وقاعدين تحت القصف واليوم قلت الله وقتنا وعد من الفجرات ووحدي ورانا والطياره تضرب علينا والقصف فوقنا ومن جميع الارانب اللي نظرت اهون من الذبح اهون من اذاك يعني اغتصبوا نسوان وشرشحوا العالم وشلحونا الذهب وشلحونا المصاري. والله رفعنا مثل ما قال حفيانين والله. هاي ثياب فانا مكتب الاغاثه شلون قدمكم؟ ها؟ مكتب الاغاثه شلون قدمكم؟ والله يا ابني اقول لك عندنا طلعت لنا مره اغاثي بس الهلال الله يجزيه خير صار مستلمين من عندهم ثلاث حصص. يعني من يوم اللي جينا لهلا ثلاث مرات عطونا حصص. حصص تكفيكم؟ لا والله يا ابني شو بدك تكفينا؟ اثنين ثلاثة واربعين شخص نحن هون شو بدك تكفي؟ اللي عم يعطوك خمس كيليات رز خمس كيليات سكر هاي يعني اذا كثرت خمس كيليات برغل خمس يعني شو بدهم يعطونا؟ شو؟ طيب شو هو الجود من الموجود جود من الموجود وحسبوا نفس عرون جماعة هني عطوا كل عيلة ثلاث عيلات حصة نحن عطونا كل عيلتين حصة.